والله. مبادرة جرين ويلز من اسمها العجلات الخضراء أو جرين ويلز هي معنية بشقين، فيها الجزء الأخضر عشان فيها كلمة جرين، ويلز لأنه بتخدم قطاع الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة الجسدية، باختصاصاً هي الأمراض الشلل الدماغي أو أطفال اللي عندهم مرض شلل دماغي. بنجمع غطايات البلاستيك وممكن كمان عبوات البلاستيك، بس مش اي عبوه يعني. ان شاء الله انا بوضح اكثر بلقائنا هذا شو العبوات اللي احنا بناخذها. بناخذهم من بشتى الوسائل، عن طريق الناس بتجيب لنا اياهم، وهلا كمان بس يمكن بستطرد اكثر، بس يوصلوا لعنا. احنا كفريق متطوعين بنعمل لهم نوع من التصنيف، اذا كان في شيء بده تنظيف مثلا بننظفه، بنفصلهم بنحطهم باكياس مخصصه مختلفه منفصله، وبعدين ننقلهم للمستودع للتخزين، وبس نوصل لكميه معينه بنبيعهم للمصانع المعنية بالتدوير أو شركات معنية بالتدوير، فبنضمن إنه هلأ صار تدوير. ومن المصاري اللي بنعطيهم إياه، لأنه إحنا بنبيعها بيع، من الريع اللي بيطلع بنتبرع فيه لأطفال الشلل الدماغي، لجمعيات مسجلة تحت التنمية الاجتماعية. ندعم الأطفال بزاويتين اللي هي التعليم، بحيث نضمن إنه الأطفال هذول يقدروا يكملوا التعليم فبالنفقات الخاصة بهذا الشيء، والجزء الثاني اللي هي الجلسات العلاجية، لأنه الاثنين مهمين جدا إنه يتوفروا للطفل الشلل الدماغي، بحيث يقدر إنه يكون بإذن الله له مستقبل بهذا الوطن. هلا البرداية عملناه لما أنا كنت عم بعمل عيد ميلادي، وعملناه من الغطيات المخزقة وكمان مع الشليمو مقطع وكثير أشياء تانية. طيب خليني نشوف، نحطه هنا، نسوي الثاني. يلا الثاني نحط قلوة. وهلأ نحن بدنا رح نبيعها، ورح نجيب هاي المصاري ونعطيها للمبادرة، وكمان مشان تساعد ونقدر نجيب أكثر ويل تشيرز. المدارس دورها جدا مهم، فعشان هيك بتلاقي انه احنا بمبادرتنا في جزء لا يتجزأ من فريقنا، حتى فريقنا الاساسي هم اطفال، غير الناس اللي عم بيجيبوا لنا كمان اطفال بيدخلوا معنا بالاجتماعات، بيفكروا، بنعمل برين ستورمينج مع بعض. الطفل الاساسي لانه الاجيال الجديده هي اللي حتقوم على هذا الشيء، وافكارهم جدا جوهريه، بيعطونا شغلات كثير ما بنفكر فيها كيف احنا نقدر نتواصل على مستوى طفل، فوجودهم جدا جدا مهم بخلق الثقافه الجديده. كنت بجمع الصبح الكابس عشان ننظف البيئة، عشان الناس ما عندهم ما بيقدروا يمشوا نجيب لهم ونعمل لهم الكرسي. يعني احنا مثلا هلا بنتعامل مع مبادره جرين ويلز، واي مبادره اخرى ان شاء الله بيكون يعني لها ايادي بيضاء، لانه وجود هدول الطلاب في مدرسه معناتها مصاريف زياده، ما دفع الطالب القسط معناتها قاعد في البيت. لكن الحمد لله رب العالمين بوجود مثل المبادرات هذه جرين ويلز وغيرها، باذن الله يعني بيعينونا وبيعينوا الطلاب انه يكملوا مشوارهم التعليمي. أي شيء له لون بنقدر نجيبه كعبوة لإلنا. كمان شغلة، في ناس كتير ما بتعرف كيف أفرق ألمنيوم من مش ألمنيوم. هلأ السهلة طبعاً التكتاكات عبوات المشروبات الغازية معروفة إنه هدول كلهم ألمنيوم بنطبق عليهم، لكن بيجيبوا لنا أحياناً ناس عبوات زي هاي بيكون فيها مواد مثلاً لحمة محفوظة،
بعرفش نوع من المعلبات، علب حليب، علب هذه العلب هاي علب حديد مش ألمنيوم. لكيف أقدر أختبرها؟ بتقدر تعمل اختبار، بتجيب المغناطيس، إذا المغناطيس حطيته عليها ولزق عليه معناته هاي حديد، معناته إحنا ما بناخدها. إذا ما لزق المغناطيس ما انجذب لهالمادة بتعرف إنه هي ألمنيوم فبتجيب لنا إياها. رجاء خاص من السيدات البيوت، انتوا بتقدروا تعملوا كتير، بتقدروا تساهموا من موقعكم، موقعكم جدا مهم. انتوا سيدات البيت اللي بتكوني موجودة مثلا بالمطبخ، وانت القائمة على إدارة هالمنزل بكل الأشياء اللي بتشتريها وين تروح هالأشياء بعد هيك، فانت دورك جدا جدا أساسي وجوهري، وبيكوني خدمتي المبادرة وخدمتي هالإنسانية خدمة كتير كتير عظيمة. فبرجو من كل سيدات البيت ما تتردد أبدا، مجهودك جدا بسيط ولكن مفعوله جدا جدا كتير كبير.